صالون زراعة الدولي يطل من العاصمة الفرنسية ككل سنة، تشارك فيه عدة مدن فرنسية ودول أيضا من بينها الجزائر التي شاركت في طبعتها الثالثة بجناح متميز سيبقى لغاية 3 مارس. وهذا يعتبر يعني مفترق الطرق اللي هنا باش تكون فيه يعني المنتوج الفلاحي الجزائري باش يظهر القدرات الجزائرية والتنويع المنتوج الجزائري، وهذا باش دخلنا هذا المعرض في الرزنامة الوطنية باش تكون عندها يعني عندها حضور إيجابي وحضور فعال باش نبينوا المنتوج الوطني والمنتوج الجزائري اللي عنده مؤهلات، وهذا يدخل في إطار ترقية المنتوج. منتجات متنوعة زينت الجناح الجزائري، أبرزها زيت الزيتون، التمور والعجائن التقليدية، إضافة إلى الخضروات والفواكه التي حملت معها قطعة من الوطن. فتنا واش عجبني بزاف سي لي فروي اي لي ليغوم، حاجة روعة. زيت الزيتون، دقلة نور، دقلة تاع طولكا سي كونو اي ريكونو مونديالمون. الوغ انايا واش عجبني؟ عجبني الحميس باسكو بون الحميس كاين بارتو، بصح لو برودوي تاع بلادنا سي جبنين، سي بور سورتو انكوراجي نوتر ايكونومي. المشاركة في هذا الصالون تعتبر جسرا لوصول المنتج الجزائري للأسواق العالمية لما يتميز به من جودة إنتاج وأسعار مقبولة أيضا. تواجد المنتج المحلي بالأسواق الفرنسية والأوروبية يشكل فخرا بالأساس للمزارع الجزائري المتشبث بأرضه ونخله وزيتونه، وكذلك للمسوق والمستهلك خارج حدود الوطن. فلا ينسى الغربة سوى شيء من ريحة البلاد. لقناة النهار هدى فتوان من الصالون الدولي للزراعة.